ما فيش صوت حضرتك يا باشمهندس. أنا سامعك دلوقتي. أنت بالنسبة للسؤال اتفضل يا باشمهندس. الأول سامعني كده؟ سامعك كده يا باشمهندس. دلوقتي عايزين نتعرف على الأربع حاجات اللي قدامنا دول، في أي مشكلة أنت في التعامل مع المكونات دي؟ ده أول حاجة، ده كتاب هنشتغل عليه الفترة دي اسمه براكتيكال ترابل شوتنج بالعربي والإنجليزي. تمام يا باشمهندس. الإنجليزي والعربي برضه هنشرحه لكم، وده اللي هيبقى منه نفس الامتحان من الأسئلة دي والحاجات دي. فهنا المبادئ الأساسية دي الإصلاح، عايزين نعرف بس إيه هي سيادة الكهرباء، وإزاي الآلات الكهربائية بتشتغل، والأنظمة والأجهزة. بس ده النهاردة مقدمة يعتبر يعني، فعايزك تقراه كويس، ولو في أي أسئلة معاك. ماشي، حاضر يا باشمهندس. الو، حد سمعني؟ حد سمعني؟ يا عبد الله، تمام، انا معاك. انت عايز معاك والروم ده معمول، هتشرح لنا فيه يعني ولا ايه؟ الباشمهندس مصطفى بيقول لك عايزك سمعك كلكم اهو، سمعك كلكم. بالنسبه للملف بتاع النهارده عايزين نتناقش فيه، اي حد عنده مشكله نتناقش فيه. ومنور الراجل بتاع العريش ده، منور. محمود دخل؟ طيب، هو بحاول يدخل مش عارف، هو منزل برنامج اساسا؟ انا بحاول انسخ اللينك يا عبد الله، مش عارف انسخ اللينك بصراحه. انا بعد
لا شفت شفت حاجة ساعتين يا الله ساعتين بص ولعت حصلنا شنو هذا بعت اللينك انا تخيل انت بحاول بس انا بحاول ابعت اللينك انا محتاج الرينج كل محاضراتي كل كلامي هيبقى على الرقم اللي هو عندكم الرقم اللي هو قلنا نت عنه ضعيف جدا نت عنه ضعيف جدا بس سمع حاجة بس سمع حاجة لا انا بتكلم وبقفل لما عاوز افتح عاوز اتكلم بفتح الميكروفون لما عاوز اقفل بقفل الميكروفون تمام مستمع حاجة الرقم اللي قدامكم ده هيبقى الرقم بتاع جميع محادثات اي محادثه عندي اي ميتنج عندي احنا هنبعته على الرقم ده على طول تكتب الرقم مره بتدخل مره من الجهاز عندك هتلاقي الرقم ده تثبت عندك وتخش بيه على طول وبكتب اسمي تمام حلو خالص سجلنا بحاول اعمل له شير للولاد وده اللينك اللي ممكن اللي بعته لك في الواتس ده اللينك اللي ممكن تشير عليه حالا بس احنا دلوقتي عايزين ايه نناقش الملف اللي معانا بالعربي والانجليزي لو التزمنا فيهم محدش خرج وكده هو ده معد ال اسمها ايه؟ التألق بتاع الفيروس هو ده أهم فترة بعد كده هيقل لكن لو ما حت... لو ما نور في السماعة كده المحاضرة راحت عليك؟ شغالها أبدا ما كنتش بتعمل حاجة مهمة ما كنتش تحت المحاضرة كنت في البحر ما في المية إذا أنتوا دخلتوا جوه؟ أنا عايزة أتفسح بالمركب وسابنا، طب خدنا عند حملات، ليه يا بابا؟ Thank you.
شباب بابا با. دلوقتي الملف معانا اهو. اول حاجه مبادئ الاساسيه للاصلاح، المقدمه بتاعتنا انه نطبق المبادئ العالميه على الدول الحمايه الحوادث الكهربيه والكهذا. المبادئ الكهربيه الاساسيه ان اي معده كهربيه لها وسيله اداره، زي ما احنا عارفين ونشوف في وسيله اداره بالديزل، في ريفيورز بتبقى شارج جنريتور او تربين، والحاجات اللي اتعرفنا عليها في البدايه. انواع الكهرباء هتبقى عندنا يا اما تيار متردد يا اما تيار مستمر. التيار المستمر هيبقى اللي هو الدي سي العادي بيقوم بطاريات. التيار المتردد هيتقسم الى اثنين، يا اما في المراكب من لو فولتج اللي هو اقل من 1000 و1000 فيما فوق اسمه الهاي فولتج، وده مجال لوحده هندرسه مع بعض برضه. واهم حاجه ما يميز التيار المتردد ان له هيرتز، ليه سايكل، ليه تردد. التردد ده عدد مرات في الثانيه، كام سايكل في السكند، بيتسمى 50 او 60 هيرتز. ايه السايكل دي؟ السايكل دي لو حبينا نرسمها هتبقى شكلها شكل الساين ويف كده. زي شكل الموج كده، كده مثلا يبقى الريفرنس الزيرو بتاعي كده بتاع الفولت، وتبتدي تطلع وتنزل نيجاتيف وتطلع تاني. الدوره دي من اول ما تبدا هنا لغايه ما تنتهي هنا، يعني النص السالب ده، نص الموجة ده اهو، والنص السالب دول دي بتتسمى دوره او سايكل. تم في الحاله دي كلها اسمها ايه؟ سايكل او دوره. الدوره دي بتتكرر كام مره في الثانيه؟ يقول لك 50 مره في الثانيه. يبقى انا عندي حاجه التردد بتاعها 50 سايكل بير سكند، وحدته الهرتز اتش زد. يبقى السايكل ده وحدته اتش زد او الهرتز او التردد. ده هيفرق معانا في حاجات هنتكلم عليها بعد كده، اللي هي سرعه الكينات، بيفرق في كل حاجه. نرجع للملف بتاعنا. هتلاقي اي اداره كهربائيه لما اجي اتعامل معاها ما عنديش الا ثلاث حاجات، فولت وتيار ومقاومه. لو انا عايز اعرف القدره بتاعت اي مصدر اضرب الفولت على اطراف التيار المسحوب منه. عايز اعرف القدره المفقوده في اي حمل، مقاومه الحمل في مربع التيار المسحوب منه. الكلام ده كله بيتجمع في قانون اوم زي ما احنا شايفينه عندنا هنا اهو. قانون اوم اللي هو فيه اربع حاجات، فولت وتيار ومقاومه وباور. كان ده يمشي كويس في الدي سي، التيار المستمر لانه ثابت القيمه والاتجاه. لكن التيار المتردد زي ما احنا شفنا في الرسم اللي عدت بيتغير مع الزمن، فاصبح ليه قيمه وليه اتجاه، وده هناخده برضه في تحليل دوائر التيار المتردد الاسبوع الجاي ان شاء الله. فبتلاقي عندك القدره بقى في التيار المتردد تبقى ثلاث قدرات، قدره ظاهريه زي القدره الكليه بتاعت المعده، و قدره حقيقيه او قدره فعاله بتبقى تفقد في صوره حراره، وقدره غير فعاله او متفعله بتبقى عباره عن ساعات ومكثفات، هاخدها بالتفصيل برضو مع الايه. الدائره الكهربيه
بتوصل ازاي؟ يا اما توصل التوالي يقسم الفولت ويجمع الفولت، يا اما توصل توازي بيكون فيها الفولت ثابت والتيار. نتعرف سريعا على الالات الكهربيه. هتلاقي الالات الكهربيه نبدا مين؟ المحول. المحول ده اول ما اسمع كلمه محول ما فكرش الا انه بيشتغل في دوائر التيار المتردد. مفيش حاجه اسمها محول في دوائر التيار المستمر، لان نظريته الاساسيه بتعتمد على التردد الاندكتنس حس. يبقى هنا نظريه المحول تعتمد على الحس المتبادل. المحول ثلاث اجزاء، ملف ابتدائي وملف ثانوي قلب حديد، يكون اكتر من كده. يعني لما اجي افكر في محول عطلان اه يبقى في مشكله في الملف الابتدائي او ملف ثانوي او ملف في مجريه الكور او القلب الحديدي اللي فيه مشكله. ايه المشكله؟ اه ممكن عطل، ممكن يكون شارت، ممكن يكون مش مظبوط عادي اللفات، كل ده. يبقى في الحاله دي اي تفكير في اي عطل او في اي اصلاح بيتم من خلال ان انا اعرف فكره المعده دي. زي ما شايفين الرسم اللي قدامنا اهو، القلب الحديدي اهو واللي بيمشي فيه المجال المغناطيسي والملف الابتدائي والملف الثانوي. محدش هيقول فيش رموز هتقابلنا هنا. اي حاجه في الابتدائي هديها رمز بي برايمري، اي حاجه في الثانوي هديها رمز اس سكندري. يعني لو جيت اتكلم عن التيار الابتدائي اسمه اي برايمري، جود الابتدائي اسمه اي برايمري، عدد لفات الملف الابتدائي اسمه ان برايمري، والناحيه الثانيه العكس عدد اللفات ان سكندري، التيار اي سكندري، الفولت بي سكندري. امال الباور؟ اه الباور في الحاله دي هم التقريب بيقول لك الباور في الجنبين واحد باهمال المفاقيد. يبقى الباور في البرايمري هو الباور في السكندري اما اجي استخدم العمليات الحسابيه بغض النظر عن المفاقيد. ومعانا ان شاء الله المهندسه مي بتحضر محاضره عن المحولات لوحدها متخصصه. ازاي فكره المحول؟ عدد اللفات، عدد اللفات الابتدائي على عدد ملفات السنوي هيساوي الجهد الابتدائي على الجهد السنوي، والعكس في التيار، تيار السنوي على التيار الابتدائي. ويتحسب قوة الدفع عليه، والرموز كلها باينة عندنا هنا. الحسابات بتاعتنا بتبقى حاجة اسمها في المحول المثالي. لحد دلوقتي في أي أسئلة؟ حد عنده سؤال يتفضل يسأل كله. في اي اسئله عندنا لحد دلوقتي في الموضوع ده؟ لا الله ينور يا باشمهندس، مفيش اي اسئله. عمرو اللي معايا؟ عز معاك يا فندم. ايه يا باشمهندس محمد. ماشي يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس كده، تمام مفيش اي اسئله. خلاص نكمل بقى في موضوعنا، لان كل الحاجات دي هناخدها بالتفصيل خلال الفترات الجايه دي ان شاء الله. لو جينا سالناكم هنا مثلا ايه هو المحول المثالي، او المحول المثالي ده اللي انا بستخدمه لعمليات الحسابات، ملوش حاجه في، يعني بحس ان انا بعتبر ان القدره الابتدائيه بتساوي القدره فين؟ في الثانوي. وبذلك اهملت انا الايه؟ المقاومات، واهملت المفاقيد المغناطيسيه، واهملت المفاقيد النحاسيه، و اهملت التردد الاحصائي. دي حاجات خدناها تمام لحد كده اهو. طيب انواع المحولات ايه؟ اه حسب لما اجي اقسم المحولات ممكن اقسمها من حيث الشكل، من حيث الاستخدام، ومن حيث التركيب. من حيث الشكل هتلاقي محولات القلب الحديدي في النص والملفات على الجنبين هيبقى اسمه كور تايب، او الملفات في النص والقلب حديد على الجنبين هيبقى اسمه شيل تايب.
طب المحاولات دي بتيجي بتسخن، بتيجي تمر التيار في ملفات النحاس بتسخن، فبيلاقي اقدر اقسمها برضه من حيث وسائل التبريد. هتلاقي اويل فيل اللي هي بيتم غمر المحاول بالكامل في الزيت، والزيت يتبرد بالهواء او يتبرد بالميه او يتبرد باي وسيله تبريد اخرى، او ان الملفات نفسها بتتبرد بالهواء مباشره سواء ناتشرال اير او فورسد اير. من حيث الاستخدام هلاقي المحولات هي محولات باور ترانسفورمر اللي هي بتخفض وترفع الفولت ستيب اب وستيب داون، او محولات قياس، محولات القياس اللي بتاخد منها اجهزه القياس والمراقبه والانذار والعدادات، يبقى نوعين، يا محولات تيار اسمها كارنت ترانسفورمر، يا محولات قوه اسمها بوتنشال ترانسفورمر. لكن في بعض الاحيان بحتاج ان انا اعزل الدوائر الكهربائيه عن بعضها، ان انا اخلي الدائره مثلا عندي جهاز مهم جدا جدا زي اجهزه الرادار واللاسلكي والجار والاجهزه دي. الاجهزه دي لو حصل ارضي او حصل شورت في دائره في السفينه ممكن ياثر على الجهاز نفسه، فانا اجي وانا داخل على الجهاز ده احط له محول دخله زي خارجه، يدخل خد مثلا 220 وطلع من الناحيه الثانيه 220، امال استفدنا بيه في ايه؟ عزل، لان احنا زي ما شفنا في التركيب ملفات الابتدائي ما هيش مربوطه بملفات السنه، بتسمى ايزوليشن ترانسفورم. اما اجي افكر في المحول افكر في الاساسيات السته اللي هنتكلم فيها دي، اللي هي ان المحول ما بيشتغلش الا في دوائر التيار المتردد، وان التردد بتاع ابتدائي هو تردد السنوي، ومفيش حاجه اسمها محول مثالي. والمحول بيكون بين دائرتين، وسعة المحول لما اجي اشتري محول بوحدة ايه بقى؟ الفولت امبير. ايه الفولت امبير فين؟ هو البرايمري فولت امبير هو نفسه السكندري فولت امبير. طب انا عندي محول بيخرج مثلا، طرق توصيل المحولات يا اما توالي يا اما توازي. توالي يعني ايه؟ ان انا بجمع الفولت، يعني لو جبت محولين 110 وصلتهم توالي وديتهم 220 يبقى كده هيشتغلوا معايا، لان فعلا الفولت اتقسم عليهم بالتساوي كل واحد خد كام؟ خد 110، وده ممكن يتم في الابتدائي او في الثانوي زي الموضوع اللي عندنا. دي التوصيلات قدامنا. محولات من تكون سنجل فيز عباره عن سكين اثنين او ملف واحد، او ثري فيز. ثري فيز يعني ثلاث ملفات، الثلاث ملفات دول ما لهمش توصيلتين اثنين، يا اما دلتا دلتا شكل مثلث او في شكل ايه؟ ستار. ادي الاشكال اللي عندنا كومبايند اللي عندنا، ان انا بخلي البرايمري دلتا والسكندري دلتا، برايمري دلتا والسكندري ستار. او يبقى ده ممكن نقول السؤال هنا ايه؟ اشرح مع الرسم التوصيلات المختلفه، المحولات التيار محولات ثلاثي الاوجه، عندنا يكون البرايمري دلتا والسكندري ستار، برايمري ستار والسكندري ستار، برايمري ستار والسكندري، ابدلهم مع بعض بس الستار والدلتا احط جميع احتمالات. المحولات ايه الاختبارات اللي بتجرى على المحولات؟ يبقى لازم اعرف ايه الاختبارات اللي بتم اجراءها على المحولات عشان اعرف سليم ولا بايظ. اهي الست ثمان حاجات قدامهم تقراهم، ولو في اي مشكله بتقيسهم. الاجهزه اللي بستخدمها في العمليه دي هلاقيها في اخر الصفحه دي. المولدات والمحركات دول فكرتهم واحده، بيعتمدوا على الكهرومغناطيسيه، بحيث ان انا المولد بقوم بحول الميكانكس الطاقه الميكانيكيه اللي جايه من الديزل او غيره الى طاقه كهربائيه، والموتور العكس بياخد الكهرباء يحولها لطاقه حركيه. عشان افكر في المحرك او المولد ما عنديش الا ثلاث حاجات، حركه ومجال وتيار. يعني ايه؟ الموصل ده يا بيتحرك يا بيمر في تيار يا بيتعرض لمجال مغناطيسي. نسهل الموضوع، الثلاث حاجات دول لو وفرت منهم اثنين تحصل على الثالثه مجانا، او نقول العكس لو انا عايز حاجه منهم اوفر اثنين التانيين. تيار انا المولد عايز منه ايه؟ عايز منه تيار كهربي، يبقى اوفر له حركه ومجال، احرك الموصل داخل مجال مغناطيسي او احرك مجال مغناطيسي قدام الموصل، فبالتالي يعني يطلع فيه تيار كهربي
لو يطلع فيه طارد على الطرف فريقه تبقى دايره مقفوله مور التيار تعرف. المحرك عايز حركه اه يبقى انا بوفر له مجال وتيار، لما المجال يتقطع مع التيار بالتالي الموصل ده هيتحرك. وابتدي افكر فيه بحيث ان لو عندي هوب في المحرك او المولد ابقى انا ما فقدت حاجه من الثلاثه دول، يا فقدت الحركه، يا فقدت المجال المغناطيسي، يا فقدت التيار الكهربي. واي خلل في اداه اي واحده من دول هيبقى خلل في واحده من الثلاث حاجات دول. عايز استفسارات بنرحب بيها لغايه بكره بقى ان شاء الله في محاضره ثانيه عن موضوع ثاني ونكمل معاكم بكره ان شاء الله. اي استفسارات تفضلوا. باشمهندس المحاضرة دي متسجلة المفروض صح يا فندم؟ باشمهندس اه هنشوف تسجيلها ونحاول نبعته لكم ان شاء الله. المفروض انتوا هتسجلوا بعد كده بتيجي تسجل تقول ريكورد وتطلب برميشن مني هسمح لك انك تسجل المحاضره وتبقى معاك بعد كده وتوزعها على كل المجموعه. تمام يا فندم، احنا ممكن نراجع التسجيل لما ينزل بس، ولو في اي حاجه ممكن نكلم حضرتك عليها تاني. تمام، وانا عايزك كمان تقرا الكلام الموجود قدامك، اي حاجه مش واضحه تقول لي تكتبها او تصورها او تقول لي الحته دي مش واضحه انا برد عليك. تمام، تحت امرك يا فندم.